اهلا اهلا، ويسعد لي اوقاتكم بكل خير يا رب. ان شاء الله تضلوا بخير وصحه على طول. مثل ما نكون شايفين جايين لعند تسيمامان، لازمني من عندكم غرض بدي اجيبهم. فهلا بنشوف شو بدنا نجيب وبعدين بنروح على البيت بنتكنكن بالبيت. اول شغله بدي اجيبها هي مقص الشجر. بدي مقص شجر لانه مقصي انكسر. فيا رب لاقي، يا رب لاقي، ما اضطر اروح على مكان تقلقان بلا ليكو. لقيته عم يستقبلني. هذا هو مقص الشجر بدي اخذته. وبدي كمان تحاميل للنباتات الداخلية. هي اخذنا تحاميل للنباتات الداخلية. خلصت من هدول الشغلتين وهلا بدنا نشوف الصوف اللي عندهم. تعالوا نشوف الصوف عندهم. والله مشي منيح، كتير عندهم، كتير كتير عندهم صوف. بس تعرفوا شو نسيت جيب النمرة تبعت الصوف اللي عندي. ده شوي انا اذا شفت وحدة بعرف شو نمرتها. وين مكتوب نمرته؟ ما مكتوب نمرته. مبلا شوفوا عندهم بكرات صوف كبيرة كل الألوان. هاي الألوان المونسة حلوة والله، حلوة. بس هي رفيعة، أنا ما بدي أهر فيها. شوفوا هاي البكرم أكبر، بكرة كبيرة. رح أخذ هذا اللون واحد. هذا اللون حلو. شوف إذا في ألوان تانية. لا هذا ما بدي. باخذ هذا اللون كمان، وفي هذا اللون كمان، اللون هيك الزهري. بس هدول الالوان اللي حبيتهم من نفس المقاس الخيط اللي عندي. تعال نشوف هون فيه، ما في نفس المقاس الخيط اللي عندي. يلا نشوف. انا حبيت هدول، دخل مونس لالون ولا نخليه ساده كله؟ اكتبوا لي بالتعليقات حتى اذا المره الجايه جيت اخذه مونس، انه ادخله لهي مونس ولا اخليه كله ساده. انا محتاره. جميل هذا، حلو هذا اللون الليموني. ليموني على الليموني على الليموني. بتعرفوا راح اخذ هذا الرصاصي كمان. اخذت هدول الالوان. ليكو هدول الالوان هلا لحتى شفتهم من الجهه الثانيه، هدول كتير حلوين. هدول حلوين جدا جدا يا بنات. راح اخذ منهم هاي واحد. اخذنا واحد. ليك هذا ما احلى لونه، بصلي بصلي بصلي. هاي اخذنا الثاني. شو هذا؟ هذا اللون حلو. لا عملت ازرق كثير، كحلي عملنا كحلي. بس راح اخذ اثنين من هذا اللون. نقشه بس نفتحه. تعالي اخذت اثنين من هذا اللون وراح اخذ اثنين من هذا اللون وهذا اثنين من هذا اللون. ايه بس شو كمان في الوان؟ هذا لون كتير صارخ بصراحة. ناخذ بني، ناخذ اثنين بني. هي اخذنا اثنين بني. هي صار عندنا كومة صوف. يلا حاجة حاش حاليا، بس خلصناهم تبقى منجيب غيرهم. انا هيك عم بعمل. هي شو اسمه، املنا الصوف واملنا على هي. ايه صح 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 لك. وهي احيانا في شغلات بكوني نسيانتها هلا بتذكرها. عندي من هدول السيليكون بس بدي غير رسمه، بعدين بتعرفوا ليش بالفيديوهات رح تعرفوا ليش بدي قوالب سيليكون. مدوره قوالب سيليكون، ما في الا المدور اللي عندي اياه منه. نشوف جواكيت شغل شتوية. الله عليك. وهذا هذا بدفي 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 بدفي. شوفوا كيف هيك ناعم ناعم. وهذا نفس اللي جبته السنة الماضية، نفسه تماما. في هيك شيء؟ هدول لا لا، نفس اللي عندي تقريبا. يلا مو مشكلة، ما منزلين شيء. عم نحاول نشوف إذا في شيء جديد. ما في شيء جديد، ما في شيء جديد أصلا. كله نفسه، كله بيعيد نفسه.
لكو هدول الجداد منزلين ونلصحون بجننوا بجننوا. بس تعرفوا قديش حق الواحد؟ حزروا حقه 6 يورو الواحد الواحد. شوفوا هذا اللون حلو، وفي هذا اللون شوفوا ما شاء الله بجنن، كتير كتير حلو والله، بياخد لعل هذا. انا هيك بحب هيك شغلات، شايفين ما احلى؟ تخيلوا بقلبوا سلطة خضراء، بطاطا، شريحة من الدجاج المحمر، الله الله الله. تخيلوه هو عبيان بالألوان الطعم، بندورة، طماطم، الله حلو كتير. بس والله غالي الواحد ب6 يورو كتير غالي. يلا بس اتفضل طبعا بشتريك، لأنه إذا بدي اشتري بدي اشتري 12 واحد بصراحة. هذول لك كل الصحون. هذا حلو، هذا حلو، هذا حلو ما غالي. صحن الشوربة هذا حبيته، حلو ما غالي والله، 2 يورو و49 سنت الحبة، الحبة 2 يورو و49 سنت. حبيت هون عم فكر اخذ له هدية للديس، هدية يلعب فيها ويستفاد منها ويحرك مخه منها. شو هي شو هي يا جيلان شو هي؟ لقيت له هدول، هدول كتير بحب يلعب فيهم. عنده مكعبات كمان تبعت الالوان اللي بتتخلط كمان، جاد كتير شاطر بحلها، رح اخذ له كمان هدول. بيجوا مختلفين بين الدوائر وبين المستطيلات وبين شكل مختلف. هوني هدول رح اخذ لهم للديس هدية لإله. وهلا هيك بكوني خلصت، بدي روح على الاتيكا بدي اجيب كريم الطبخ، لان اليوم بدي اعمل دجاج بالكاري ونسي انا انه ما عندي كريم الطبخ. يلا خلينا نروح على الاتيكا مع بعضينا. بعد ما طلعت تذكرت انه المطبخ النيونات تبعيته او الاضويه تبعيته عاملين عندي حفله رقص، الله وكيلكم، رقص شرقي عم يهز وهز، فتذكرت انه لازم اجيب اللمبات. جبت اللمبتين مشان اغيرهم، ان شاء الله يطلعوا ظابطين، ما بعرف لانه شو نمرتهم هن، جبتهم هيك بشكل عشوائي. وهلا راح نروح على الاديكا، الحمد لله الاديكا كتير قريب من هوني. هاي جينا على الاديكا، دقيقتين بالسيارة بين الاديكا وتسيمامان فقط لا غير، وكلاتهم جنب بيتي الحمد لله، هدول الاثنين يعني. سلة صغيرة معناتها مشتريات قليلة فقط اللي بنحتاجه. نتفرج عليهم يمين والشمال، هدولي كله ما محتاجه لأنه اشتريناهم بعطلة نهاية الأسبوع بنهار السبت الماضي بتتذكروا. فنحن محتاجين فقط كريم الطبخ بس، لعل وعسى أنه نتذكر شي شغلة نسيانينا، فلهيك منمر شوي على الأقسام يعني، لا يضر أنه نمر على الأقسام وهيك نعمل جولة عشوائية. شايفين مرينا بشكل عشوائي، ناخد حليب جوز الهند لطبختنا لليوم، نضيف له كمان حليب جوز الهند، بتطلع معها كتير 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 طيبة. أبشع قسم بالشتوية هو هذا القسم، قسم البراد، البرادات البوابة مفتوحة الواحد بيصبر معها. بس وين الكريمة؟ لحظة شو اللي ندور على الكريمة؟ 4% فت، في 15%، في 7%، خلص علبتين مع حليب جوز الهند وزيادة. بالبث المباشر شفتوا ما ضل عندنا بيض، بيض بيض، ناخذ بيض ان شاء الله بكره. تعال ناخذ الكبيرة، هاي بيض لبكره ان شاء الله، طبعا اذا الله خلانا، واحيانا اذا الله كتب لنا نصيب انه ناكل بيض بكره. يلا خلصنا على البيت جيلان، خلصنا تسوق من الاديكا، اشتقت للبيت، خلينا نروح بسرعة على البيت. اشتقت للبيت يا بنات. يلا يا كريم يا الله. انا قريبة كتير من المكان لازم اروح عليه، عند الاديكا. هلا بقلكن وين، يلا تعالوا اروح معي. حطينا اول شيء هدول، ليكوني لا طلعت السيارة ولا شيء. هي قريبة هون من الاديكا، بتمشي خطوتين فقط. ليكو وصلنا 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 مكتبة، ندخل على المكتبة.
يا حذركم، شو بدنا؟ بدنا كتب. الكتب انا طبعا ما عندي ابدا هوايه بقراءه الكتب الالمانيه ابدا، لا الانجليزي ولا الالماني. بحب اقرا كتب عربي فقط باللغه العربيه. بدي اخذ كتب يكون صغيره، هذا ايه هذا بينفع، يكون صغيره ورقيقه. ليش؟ لديكور المكتب. هدول مجانا بتاخذون. بدي احاول اخذ شو هذا، باينتو هذا حلو، والله باينتو حلو، انا بتحب هيك شغلات. ايه راح اخده. باخد بدي انا رقيق رقيق يا بنات، رقيق وما بينقرا يعني. هذا كمان هذا تعالي، لا بدي ورقه يكونوا اصفر كمان، ما بدي ورقه يكونوا ابيض. يا رزيله انتي روحي. المهم بدنا يكونوا رقيق ماسمك يعني، ورقه اصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علينا، اسا بيطلعوا لنا هذولي، اسا بيطلعوا لنا يمحقوا لنا البركه من البيت. هذا كمان كويس، هي كمان واحد. بدنا ورق ترقيقه. يه 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 يه. شو هالمغلفات هاي؟ يه 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 يه. هالمغلفات تعال نشوف هون شيء متخبي مستخبي. لا هذا سميك كتير، ما بيمشي حال السميك معي، لازم يكون رقيق الكتاب، لازم يكون رقيق. هذا كويس كمان، هذا اخذنا. هذا سميك كتير، بدي احاول قدر الامكان يكون رقيق مشان هذا رقيق. راح تشوفوا الفكره، راح تشوفوا الفكره يا بنات. راح اعمل له فيديو. اي هذا رقيق كمان، وهذا اللي عنده كتب زايدة بيحطها هون، واللي لازمه كتب بياخدها من هوني، يعني مبادلة مجانية. يلا حاجة هدولي، ما في لأنه ما في أسمك، ما في أرق من هيك، أنا ما بدي إلا رقاق، ما بدي أخذ شو من كان. يلا على البيت، بيته بيته. أوبس رح يوقعوا هيك، يا ريتني جايبة السلة معي، يا ريتني جايبة السلة معي، معي بالسيارة بس ما. يلا حاجة. دقيقة لو ظبطهم خالص، ظبطناهم. بسم الله، هلا بنرد بنرجع ونطلع. يلا بشوفكم بالبيت. حلو المشوار اللي مشيناه. وهي بنات اول ما وصلت البيت دخلت على المطبخ، قلت بدي اعمل له لجاد براونيز، عم ينق بده شغله كيك. فحطيت 120 جرام من الزبده بالطنجره، وراح اضيف عليهم 200 جرام من الشوكولا، عم بفرمه مشان يسهل علي انه تدويبه. اذا 120 جرام من الزبده مع 200 جرام من الشوكولا، هي الوصفه ما بغيرها ابدا ابدا للبراونيز، كتير ناجحه ونفس تبعيه المحلات تماما. البراونيز بالذات لازم بالجرامات. هلا هوني عم قص الورق الزبده مشان احط بالصينيه. الافضل انكم تحطوا ورق الزبده، ما متوفر فيكم تدهنوها يعني مو مشكله، بس انا مشان طلع البراونيز برات الصينيه. اما اذا كنتوا تقطعوها جوات الصينيه عادي تدهنوها زيت او زبده حي الله. المهم قصيت ورق الزبده بهالطريقه هي السهله مشان يطلع معكم مقاسه من مقاس الصينيه اللي عم تستخدموها. المهم هون هلا بنحرك الشوكولا والزبده. انا بصراحه لانه جاد لازم احط له شغله حلوه للمدرسه يعني، انه فقلت لازم اعمل له شي شغله. فهلا هون عندنا 3 بيضات بدرجه المطبخ، بدرجه حراره المطبخ. في البراونيز له اسرار للنجاح. حطيت ظرف من الفانيليا وراح اوزن 150 جرام من السكر. 150 جرام من السكر بنخفقهم مع البيض، مع 3 بيضات وظرف من الفانيليا، مده لا تقل عن 3 دقائق. لازم يصير معكم البيض لونه ابيض مثل ما نكون شايفين كريمي. هلا بدنا نقيس او نوزن المكونات الجافه، عباره عن 80 جرام من الطحين و20 جرام من الكاكاو، يعني 100 جرام من المواد الناشفه. ومنضيف عليهم رشة صغيرة من الملح، لا ضفنا لا بيكنج باودر ولا بيكربونات الصودا.
هلا منجيب الزبدة والشوكولا يلي دوبناهم مع بعضهم ومنضيفهم بالتدريج فوق البيض مثل ما نكون شايفين مع استمرار الخفق. هلا هيك صارت معانا جاهزة، بنوقفها ومنضيف المكونات الجافة اللي هي عبارة عن 100 جرام من المكونات الجافة، 80 طحين و20 من الكاكاو، وبنرجع بنخفقهم. وكمان من أسباب نجاح البراونيز إنه يطلع معاكم مشقق مثل ما قلت لكم، مدة الخفق تبعية البيض والسكر ما تقل عن 3 دقائق. الفرن لازم حصرا يكون حامي على درجة حرارة 170 قبل ما تحطوا الصينية بالفرن. هلا بنحط البراونيز كلياته بالصينية ونحطه بالطبقة الوسطانية بالفرن. خلصت البراونيز قلت بدي اطلع اشتغل، متشوق اشتغل بالمقص، مقص الحديقة الجديد. انا مثل الاولاد الصغار، اذا جبت شغلة جديدة لازم اشتغل فيها فورا مباشرة. عندي هون حبيبات من الشوكولا والكراميل حطيتهم على الوجه مثل ما انكم شايفين، وهيك خلصنا. هلا بنحطها بالفرن. هلا قبل ما اطلع الحديقه جليت الفوضى اللي طلعتها من البراونيز الخفاقه والعجانه، وبعدين طلعت على الحديقه. شوفوا هي بعد ما طلعت معنا من الفرن، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين على التشققات اللي على الوجه؟ هي هيك التشققات اللي اذا حطيتوا البراوني الساده. انا لاني كترت كميه الشوكولا وحبيبات الشوكولا ما بتبان كتير، بس لو انكم عاملينها ساده بدون الحبيبات كانت بينت عليكم التشققات تماما تماما. والإيك صار معنا جاهز، خلونا نقطعه مع بعض وطعمته بتكون كتير كتير طيبة. أنا لو ماني قاطعة السكر كنت دقته قدامكم، بس لأني هلأ ماني قاطعته، يعني إنه ماني بالصيام المتقطع، بس أنا صايرة ما بحب كتير أكل السكر. يعني صايرة وقت باكل شغلة سكر صناعي أو مكرر بحس حالي إني عملت ذنب لهيك، يعني إنه سبحان الله، يعني حسب الواحد ما يتعود. بس يعني ما بيمنع، بجوز بكرة عند الصبح أكل يعني حبة، مو مشكلة. هذا هو البراونيز، بنصحكم تجربوه. انا عملته معكم قبل هالمره بالقناه، بتذكر وقت عملت له اياه كمان لجاد، اخذوا معهم على المدرسه، كان عندهم مناسبه او هيك شيء، فجربوه رح تحبوه كتير كتير. انا بحسه كمان البراونيز جنب القهوه او النسكافيه او الشاي بالشتويه كتير 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 طيب، وبحسه شتوي. حتى ريحه المطبخ ما شاء الله صارت كلها شوكولا وكاكاو. يلا خلونا نطلع نشتغل شوية صغيرة بالحطب ننحطب للشتاء. أول شغلة بدي أعملها قبل ما بلش بالطبخة، بدي أجرب المقص الجديد. هذا لكم كيف مكسور، راح الراسور تبعيته، صار قديم قديم قديم. آخ قد اشتغل الشغل جز جز. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. راح حطك هون تمثال، بروزك تمثال. جربوا. انا قلت لكم بالبث المباشر اني بدي استغل الخشب قبل ما يكب ابو عمر، نقطف منه شويه ديكوراتسيون خشبي. فهلا بنشوف شويه اخشاب من هون، تعال نجرب. يلا يا معلم، اول شيء خلينا نجرب. عارف لا والله كويس كويس. شايفين؟ لا قصته كويس. هاي الديكور نحطه هون. شوفوا يا بنات، جبت المقص الكبير مشان الجدوعة الكبيرة، والمقص الصغير بقص فيه الجدوعة الصغيرة. هيك بتسهل علي المهمة، مشان إذا بدنا نعلق المؤدة بالشتوية يكون عندي حطب. أنا بدي أشتري حطب، هذا ما بكفي، بس يعني هذا بحب أحطه ديكور جنب المؤدة. هذا بده المقص الكبير. شو بنعمل؟ نستعين بالمقص الكبير بالشغلات السميكة. شايفين؟
هلا قصيت هدول بصراحة، قصهم متعب كتير بالمقص العادي، فلهيك بدي خلي أبو عمر يجيب لنا المنشار الكهربائي من المزرعة القديمة ومنقصهم بالمنشار. يعني إذا بدي أخذ كمية حطب كتيرة، بس إذا بدي أعمل بالإيد بصراحة كتير صعب صعب. لهيك استسلمت استسلمت، أخذت من شجر السرو ومن هاي الشجرة. هاي الشجرة نوعين من الحطب، اثنيناتهم كويسين بصراحة. هدول هي للنار، هلا بتركهم لحتى ينشفوا تحت الشمسية، وبعدين بصير بعلق منهم المؤدة بالشتوية. بتعرفوني بالشتوية بعلق المؤدة، بنعمل منهم شغلات. نعمل هذا نعبيه رطبات رطبات. اسا بدهم لحتى ينشفوا كمان، ما بيتعلقوا هيك. هاي هوي تمام، بس كمية حلوة اللي قطفناها اللي قصيناها، كمية ممتازة جدا ومعقولة. برد برد يا بنات، صار عن جد الدنيا برد. لكو ايدي تلجت، شايفين كيف قشبوا من البرد. خلونا ناخدهم. هاي واحد وهي اثنين، يلا حلوين. راح احطهم هون تحت الكرسي مشان ينشفوا. شايفين هون بحطهم بينشفوا، ما بتقرب عليهم المطر، وكل ما قصيت بقطف وبحطهم هون. خلينا نروح، برد برد. ومثل ما اتفقنا على البث المباشر، قلت لكم انا بدي اعمل دجاج بالكاري بالكريمه. حطيت زيت السمسم بالطنجره، زيت السمسم محمص، ريحته وطعمته رهيبه جدا جدا. المهم هون عندي 4 حبات من البطاطا، فيكم تقشروها. اليوم رح نعمل دجاج بالكاري مميز جدا جدا، وصدقوني بيتقدم بالمطاعم الهنديه الفاخره. عندي هون بطاطا وجزر، في وحدة كبيرة قلت يلا ما بدي كتر بطاطا، حطيت جزرتين وثلاث حبات من البطاطا قطعتهم مثل ما انكم شايفين. بنحطهم هدول لحالهم بطنجرة لأنه عملية السواء تبعيتهم تتشابه، فبالتالي بينسووا مع بعضهم على جنب. بنحطهم على عين الثاني، بنجيب طواية حطيت فيها كمان زيت السمسم، وبلشت إني أقطع صدر الدجاج مكعبات، وهلأ بنحطهم فوق الزيت وبنستناهم لحتى يستووا. اليوم النكهة المميزة بالكاري اللي بدنا نعمله هو الأناناس. الأناناس بيعطي نكهة كتير كتير طيبة. هلأ قبل ما نقشر الأناناس، عندي هوني بصلة منحطها فوق البطاطا والجزر. احنا بدنا البطاطا والجزر يتقلوا تقلاية هيك خفيفة، شايفين؟ مشان يستووا يعني كلاتهم مع بعضهم. هوني خلصنا، هلا منجيب الاناناساي. الاناناساي ما لازم تكون، يعني هلا ما شرط، يعني ما لازم اقول ما لازم، لا لازم، يعني انه عادي مثل ما بتكون. انا هون عندي اياها مو كتير مستويه، كنت بدي اقول لكم ما لازم تكون كتير مستويه مشان هيك ما تكون حلوه كتير كتير. فالافضل تكون شويها شويه، يعني انه ما انا مستويه، بتعطي نكهه قصه اطيب. فبقطع كمان مكعبات مثل ما انكم شايفين. هلا اقول لكم شغله، نحن هي الوصفه وقت كنا نعملها بالاوس بلدون كنا نعملها بس اناناس بدون الجزر وبدون البطاطا، وكانت الشيف عنا شو تعمل؟ تعمل الصوص لحال، صوص الكاري مع الاناناس، وتطحن الاناناس طحن. بس انا كنت لاقيها خساره انه الاناناس وقت بتمضغوه بتمكن وبتطلع هيك رطوبه منه، بيكونوا هيك يعني غير شكل طعمته، حرام ينطحن، حرام ينطحن. بس مشان ناخد نكهة أناناس لازم كمان يتاكل مثله مثل البطاطا مثل الجزر. المهم هوني بعد ما استوى معي صدر الدجاج حركته وحطيته فوق البطاطا والجزر، بنحطهم على جنب. التقلاية المسبقة كتير مهمة لنجاح هاي الوصفة. هلأ كمان رح أقلي الأناناس لحتى هيك ياخد وجه أحمر يتكرمل، لأنه في سكر الأناناس سكر طبيعي فبيتكرمل معاكم.
هوني انا بلشت اشتغل بايدي، ايدي تحولت لشوكه وملايه. هلا هوني قلت مشان ما اروح النكهات الموجوده بالطاسه او بالطوايه، حطيت حليب جوز الهند. حليب جوز الهند غير مهم بهي الوصفه، بس انا هيك فزلك جبته، حسيته قدامي عليه عرض، قلت اكيد رح يطلع طيب جوز الهند بهي الوصفه. وبالعلبه مرسوم انه اكله وصفه مثل اللي عم بعمله تقريبا، منه موجوده منه. هذا معجون الكاري جبته من عند المحل الاسيوي معكم، كتير طيب وانا مجربته من زمان. حطينا معجون الكاري وحطينا كمان العلبتين الكريمة الطبخ. بس بنات الكون شغله، جوز الهند، حليب جوز الهند أعطى نكهة خرافية. العلبة 99 سنت، يا بلاش، حق علكة حق علكة. ضفت فلفل أسود وبابريكا، وهلأ بتركن لحتى هيك يتهدوا مع بعضهم. وطبعا حطيت ملح، ما بياخدوا كتير سوى. ليش؟ لأنه كله مقلى مسبقا، كله مقلى مسبقا. طبخت جنبهم صحن رز، وهذا هو الكاري الأناناس والدجاج وجوز الهند. خليط خليط، الله وكيلكم، والله العظيم طعمته خرافية بكل معنى الكلمة. أنا كثير بعمل الكاري، كل مرة بعمله بشكل وكل مرة بعمل له إضافات شكل. وهيك كان غدانا لليوم، الحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا النعم يا رب ويحفظها من الزوال. وشكرا كثير يا بنات على تعليقاتكم الحلوة، شكرا على لايكاتكم الحلوة، شكرا على دعمكم لإلي المستمر. الله يخليكم هيك ويديمكم نعمة بحياتي، الله يجبر قلبكم وخاطركم وييسر لكم السعادة والتوفيق والهنا، ويبعد عنكم الشر والأذى وكل انشغال بال، ويرزقكم رزقا حلالا طيبا يا ربي تتعجب منه أهل السماء وأهل الأرض. هلأ صار فيني لكم، انطروني فيديو جديد وروتينات جديدة وفلوقات جديدة ووصفات جديدة إن شاء الله بقناتي جيلان تشانيل. باي باي.